السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بألف الخير يا رب، وينعاد علينا بصحة وسلامة إن شاء الله من العايدين الفايزين. هيا أتحداك ترد، أتحداك ترد. صح من السالمين الغانمين. عموما حبيت أصور الفيديو هذا أبارك لكم بعيد الفطر المبارك، اللهم لك الحمد، كل عام وانتم بخير. هذا مدري رقم كم العيد اللي حنا مع بعض ونبارك البعض فيه، الله يجعلها أعيادا مو لا ويش الله يكثر من الأعياد، لا مو الأعياد هذه الأعياد، لا الأعياد اللي فيها سعادة يعني. فشكرا لكم جميعا على الدعم في شهر رمضان المبارك، اللهم لك الحمد. طلعنا بمحتوى جدا جميل، يعني تقريبا كل يوم مقطع وأحيانا مقطعين، فللأمانة اجتهدت يا جماعة الخير في الشهر المبارك هذا كله عشان أطلع لكم محتوى جميل تستمتعون فيه، وأتمنى أنكم يعني فعلا استمتعتم. فعشان كذا جاي أطلبكم حاجة يا جماعة الخير، لدرجة أني مرسم، اصبروا خلونا نغير الشخصية. أيوة المهم أطلبكم حاجة يا جماعة الخير، أنا باخذ إجازة إن شاء الله، إجازة مدتها شهر بإذن الله من اليوم، إجازة أريح فيها نفسي. والله العظيم تعبت يا جماعة الخير من كثرة التسجيل، كل جهدي اللي كنت مجمعه في الفترة الماضية نزلته في شهر رمضان يوميا، هذا إذا ما كان مقطعين في اليوم. فباخذ إجازة شهر، أتمنى أنكم تعذروني إن شاء الله، لنا رجعة أقوى من كذا بإذن الله، ونستمر في المقاطع بإذن الله والتصوير، وبإذن الله يمكن بثوث مستقبلا إن شاء الله. فأطلع كتابك يا طالب أنت ويا، وأفتح على الصفحة الشخصية المدرسين دي. عموما حرفيا المقطع هذا عشان أقول لكم كل عام بخير، وبرضه أني باخذ إجازة، فأتمنى تعذرونا، تدعو لنا بالتوفيق، أدعي لكم بالتوفيق، الله يسعدكم. حنا مو هو يوتيوبر ومتابعين، حنا أكثر من كذا والله، حنا أصدقاء وأحباب وأخوان وأهل. فالله يسعدكم جميعا وين ما كنتم، الله يوفقكم في حياتكم، فأشوفكم بإذن الله بعد الإجازة الجميلة هذه، بالتوفيق لكم ولي، مع السلامة.